سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. المبادرة اللي رح نحكي عنها اليوم هي مبادرة سورية لشاب سوري، نبعت من إحساسه بالسوريين اللي عم يعانوا الفقر والجوع والغلب والحصار. عمار ملكي بيشتغل رئيس الطباخين بمطعم بيبلوس اللبناني بمدينة بنغالور، ورغم أنه ببلد بعيد بس بيدرك كتير منيح شو يعني الإنسان ما يلاقي أكل، وبيفكر كتير يا ترى كيف أدراني السوريين يعيشوا بالفقر والحرب والحصار، كيف بيحصلوا على لقمة يأكلوها لتخليهم بس عايشين. التفكير بهاي المأساة خلى عمار يفكر بالناس الجوعانين بالمدينة اللي هو فيها، ومن هون أطلق مبادرة سماها براد الخير بمساعدة صديقه الهندي روتاري بنغالور. والفكرة بسيطة، هي عبارة عن تركيب براد عند باب المطعم من برا، وكل يوم بدل ما ينكب الأكل الزايد بينضب وبيتغلف وبينحط ببراد الخير، وبيجوا الناس المحتاجينه بياخدوه ببلاش بدون ما يدفعوا أي شيء مقابل الأكل، والمطعم صار يجذب عدد كبير من المحتاجين، وإذا الموظفين شاف حدا من المحتاجين مر وما انتبه بينادوله وبينبهوه لوجود البراد والفكرة منه، وهيك صار عدد المستفيدين من البراد كبير، خاصة أنه المنطقة اللي موجود فيها المطعم هي منطقة شعبية، وبيحاول عمار يتعرف على السوريين أو العرب الموجودين قريب من المنطقة لحتى يقلهم على هذا المشروع ويساعدهم على تأمين أكلهم إذا ما كان عندهم القدرة على تأمينه. هاي المبادرة مو بس نفعت المحتاجين ونفعت المطعم كمان، لأنه سمعت المطعم صارت حلوة وصاروا الناس يقصدوه من مناطق قريبة وبعيدة، وغير هيك لقت المبادرة استحسان عند أهل الخير يلي بيحبوا يتبرعوا، فصاروا يشتروا الأكل من المطعم ويحطوه بالبراد. ولما انتشر خبر البراد انضمت مطاعم تانية لهالمبادرة وازداد، ولسه عم يزداد عدد المطاعم اللي عندهم براد الخير. ومن جهة تانية، وبما أنه المطعم عربي ببلد مو عربي، ساعدت هاي المبادرة على التعريف بالطبق العربي ومميزاته، وهيك كانت مبادرة عمار مفيدة على عدة أصعدة وحمت كتير ناس من الجوع. وأمنية عمار وأمنيتنا أنه هاي المبادرة تتطبق بسوريا، وأنه الفكرة اللي ابتكرها سوري ترجع بالنفع على السوريين. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.